في اطار مكافحة ظاهرة التهريب بشتى انواعه بقطاع الاختصاص تمكنت مصالح امن دائرة الشريعة من توقيف مركبة نفعية من نوع رونو ماستير محملة بكمية معتبرة من قارورات غاز المبردات سعة 800 جرام والمقدرة ب 4000 قارورة كانت قادمة من الدولة المجاورة وقد قدرت القيمة المالية للمحجوزات بحوالي مليار سنتيم كما تم توقيف السائق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة